خوتي السلام عليكم، تحياتي لكم من فانزبري بارك. رانا مع خونا امين. السلام عليكم. السلام عليكم امين صالح. واش راك امين؟ واش راك دير فانزبري بارك؟ والله غير انا قاعد في فانزبري بارك مع الجاليه الجزائريه. الله يبارك. وان شاء الله الجاليه الجزائريه بدات تسكم العقل، بداو يطلعوا خوتنا جدد من البلاد. ربي يكون معاهم ان شاء الله. ان شاء الله، وانا نوصيهم ان شاء الله نعطي لهم يديروا ميتي ان شاء الله ويجي يطلع. قبل ما يجي الميتي واللغه. الميتي، شوف الميتي واللغه. معليش اللغه ما تهمش. والله مهمه في اي دوله اللغه. باه نقول لك. معليش نديروا ستاب بار ستاب. ستاب بار ستاب ان شاء الله. ان شاء الله كما يقول لك الجاليه الجزائريه ان شاء الله تكون عندنا كوميونيتي كما كان كاين زمان. كما كانت بكري. هكا ونتلاقاو في الجامع. نتلاقاو كما يقول لك في الاعياد. في الاعياد انا نشوفوها هذا صوالح عمي صالح نتلاقاو غير في المناسبات. علاش ماشي كل يوم نتلاقاو عمي صالح نتسلموا في عيد المسلمين بالجمعه الجمعه خاوتنا هذا محتاج هذا جمعيه. اذا كانت بكري خويا. هذه جمعيات هذه كذا هذه كذا دوكا هذه عمي صالح هذه نقصت. ان شاء الله ترجع. هذه نقصت. ان شاء الله كي نصفوا قلوبنا ترجع. عمي صالح كي طبيب. رانا هنايا ومن بعد نروح لالمان نروح لفرنسا نروح لمانشستر. روح كدا روح كدا والموتى تدي الموتى راهي تدي عندنا يومين صلينا على واحد مسكين بعثوا ان شاء الله ان شاء الله الله يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله حسن الخاتمه ان شاء الله امين امين ان شاء الله ان شاء الله ندعوا لخوتنا لهنا ان شاء الله قاعدين بالوراق ولا بلا وراق ولا ان شاء الله ربي ان شاء الله يرزقنا كاع امين باسكو حنا كاع مسلمين امين امين سيرتو خوتنا الجزائريين حنا انا شفنا واش كاين في البلاد ان شاء الله ربي يكون معاهم ما انا رانا نشوفوا شويه صعيبه صح واحد كيجي هنا لازم يدير القلب عمي صالح القلب فيها فيها والخدمه الخدمه اه الخدمه بارابور راهي نقصت شويه هكذا والديليفري والديليفري والاخر ديليفري الناس راهي تشكي الناس ديليفري تشكي باسكو علاش عمي صالح دوكا كاين واحد في جيبوت تلقى عنده اربعه ليكون تلقى واحد باسكو ملي جا نحكي لك قبل بريكزيت كانت الناس ديليفري كانت تخدم كانت واحد يدخل هذيك 100 باوند زعما ايزي عمي صالح دوكا 100 باوند از نوت ايزي تو ميك عبارك باللي ماشي زعما حاجه ولي عنده حرفه عيدا يخدم حرفه حرفه ديرها بصح لازم لك معرفه هكذا لازم يدخلوك ثقه لازم معرفه لازم معرفه ولازم انسان يضمن فيك ولازم كي تكون جاي من البلاد لازم تكون عندك طريق لهنا دروي خيوط خيوط صح باسكو هنايا صعابه عمي صالح انا نشوفه ملي جا برايم مينيستر هذا الهندي ملي خرجوا من بريكزيت جاب لهنا ودار لهنايا دوكا هما يخدموا دوكا تشوف لي بوست دوكا اللي قارين هما قارين شويه قارين هما اللي هما مختصين في الاي تي في الاعلام الالي فهمت مختصين بصح ما متوعنا ماشي كاين توعنا قارين عمي صالح لا كاين الهجره الايميغرانت سكيل كاين هنا الناس اللي قارين يدير طلب يجي هنا بالكونترا ترافاي بالعقد عمل على بالك بها ولا باش يديرها بالكونترا ترافاي علاش توعنا ما يديروش بالكونترا ترافاي لانهم الكفاءات يسحقوهم يقراو يجوا يقراو لهنا يكملوا يخدموا بالكونترا ما متوعنا ما متوعنا الجزائريين ماشي كاع كيف كيف كاين عندهم لي كاباسيتي باش يخدموا كاين اطباء كاين اللي يقراو في اليونيفرسيتي في البلاد كاين كل واحد كيفاش عمي صالح دوك ان شاء الله ان شاء الله انا جبتينا نشوفوا خاوتنا لهنايا كاين دوك راهم يفتحوا في الكونسل لي سوسيتي راهم يعاونوا فيهم باش يتعلموا انجليش حاجه الاولى فيرست ما رجعنا لكلامي واش قلت لك لازم اللغه مع اللي كيجي هنا تتجاوز معليش لا معليش حاجه مليحه ندي من رايك وندي من رايك وندي من رايك مراي خوتي بارك الله فيك بارك الله فيك حنا خويا امين حنا نسالوا على خوتنا اللي يكون جاي لاي دوله نعم الميتي ولغه البلاد اللي رايح ليها ان شاء الله باه تكون اسهل اسهل عندك ميتي يا عمي صالح حتى في الدنيا عمي صالح يقول لا مشكلة اللغة لباك الانسان يكون معاق يا وزي ماش كيما تجي انا ما تعلمتش كاع اللغة بس راك تجي واجد تعلم لغة تجي واجد تنقص عليك واحد العام في البلاد ما في البلاد ما في البلاد يقول لك ما في الدين تاعنا حنايا يقول لك من تعلم لغة الاخرين امن شرها من تعلم لغة قوم امن شرها امن شرها تسمى تعرف على بالك تروح ليك تعلم ايه باسكو هنا تروح وتولي هذه ماهيش بلادنا عمي صالح صح صح الحم كيف واحد بها مالين نعاود نقولوا نعم شحال من واحد يا خويا مسكين مات كاين الناس من السبعينات كان انا نعرف الناس اكشي انا نعرف الناس من السبعينات هما هنايا من الثمانينات تعرفهم انت لي زوسيا وراك عشت لهنا في فانزبيري بارك وعشت في بلاك سوكرود انا نشوفها بلاك سوكرود والله غير بلاصه والله غير يعني متلحمه ربي شوف ربي يهدي خوتنا اللي خرجوا على الطريق كاين على بالك كاين فينا وفينا باه نكونوا واقعيين كاين طيبين طبيعه البشر هكذا عمي صالح حنا كاع نغلطوا حنا كاع نغلطوا ربي يهدي شبابنا ان شاء الله ان شاء الله حنا كاع نولوا لطريق المستقيم باسكو حنا عندنا مبدا حنا مسلمين عمي صالح ما تنساش ان شاء الله منا وجاي ان شاء الله اللي راهو جاي من البلاد
اللي راهو جاي من البلاد يعرف باللي الغربه هذه ما راهيش كيما راهو كيما يسمع كيما حكاو له كيما راهم يحكوها له باسكو كاين الناس راهم يديروا في الفيديوهات لا في التيك توك انا حكيت لكم الصح انا حكيت لكم الصح امي خويا انا حكيت لك الصح لا تحكيت صح ارواحو وتصور قدام النار رانا في لاتوريفال رانا في البيك بانك منا من بعد يجي مسكين جا لهنايا يجي مسكين يجي تشرشر انا من قبل برك كنت مريح لهنايا جات سي سقسني على شومبرا ساكن قال لي شارين عمي صالح لحقت وين شومبرا دير 1000 باوند هكذا اه شومبرا يعاودوا لها يعاودوا لها عمي صالح دكتور عباك شحال جاو من هندي كي جاو بريم من سير لهنا شحال جاو من هندي جاي 5 من هنا 5 من هنا تولي تشوف بيان سور دكتور واحد بيك هادي اللي انت راك تفهم له بيك هادي اللي ما كانوش كاين لهنا ودا ما كانوش يريحوا يا ودي هنا 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 واحد ميسكم في الجهه هادي فهمت فانز بي بارك هنا دوك لو سور لو سور اللي قعدت لو سور اللي قعدت البلاصه اللي حاكمين فيها كاين ستوك نيوتن ستافون هيل تاع الهنودا تاع اليهود اليهود تاع اليهودي جوج بيبر هذاك ما يدوروش هذوك ما يقدروش يدوروا ما يقدروش يخرجوا هذوك شارين تما ديار على كوميونيتي تاعهم شادين كوميونيتي باور في البلاد هذه ما قلتوا الهنود راهم باور طلعوا مع برايم مينستر هذه راهم باور بصح في اي لحظه قادر يطيحوا الهنود على بالي باسكو لي زونغلي تعرف راني عارف عارف ان شاء الله ربي يجيب الخير خويا العزيز واش نصيحتك للناس اللي يجوا هنا جدد مثال السكر ما حد لي الناس اللي جوج جدد سوريا حاجه الاولى ما ينساش دينو حاجه الثانيه ما يجيب ميتي معاه ثروتي من اللغه واول شيء رضيت الوالدين رضيت الوالدين هذيك يجيبها من البلاد الاولانيه هذيك هذيك يجيبها من البلاد معاه قبل ما يخرج كاين قبل ما تخرج يا صالح كاين ناس قبل ما تخرج يرفد الكابا ديالو يما الدماء هذيك ما ينساهاش وكاين اللي جا هنا ما يعيطش لوالديه كاين اللي ما ينساش كاين اللي ما يحبش يخرج امه باسكو يقول لك يما ما تقدرش لا بصح على الاقل الوالدين مهمين تنساهم على بالك الغربه تدي تلقى روحك 10 سنين كي والو الغربه يا صالح يماك تدعيك دعوه الخير شوف يماك وباباك بابان الجنه هذوك هما جنتك اقدم امهات الامهات لكن الاب والام بابان دخول الجنه يجي واحد انا ينسى والديه تقدر تعيط لاي واحد يعطيك يا ودي حبيت نعيط لوالديه والله واحد ما يعطي من عليك التليفون صح صح كاين هذه انا كنت ماشي نقول لك نعرف واحد كان عنده طاكسي فون كي جوج جدد يعيطوا باطل باطل من ذاك صلاه لا كاينه كانت اجر عند الله عز وجل امين امين هذه اجر عند الله عز وجل ان شاء الله نشوف ان شاء الله نطلبوا الخير امين خويا امين ان شاء الله بلادنا تسقم امين ان شاء الله الرئيس لو شايف البلاد ان شاء الله ان شاء الله يمد المشعل للشباب باش ما يزيدوش يشوفوا الغربه هذه ولازم يديروا حل للشباب هذا مساكن يعني فهمت نشوفوا انا نشوفوا البلاد لا تسقم شويه يعني صالح برابور كيما كانت البلاد دوك انا نشوفوا بلاد تتطور في البلاد الناس يخدموا بلادهم مشاريع ما شاء الله يدخلوا ويخدموا ان شاء الله ان شاء الله ويجي لاوروبا بالفيزا الله فيها خير ان شاء الله ان شاء الله خويا يصل المشعل للشباب ان شاء الله ان شاء الله وربي ان شاء الله يجيب الخير وكثر خيركم وبارك الله فيك عمي صالح وربي يحفظك وتحيه الجاليه الجزائريه في كل مكان بلاك ستوك رود فانسبيري بارك في كل مكان في فرنسا في اسبانيا في كندا مالي امريكا مساكن ارض الشتات نسميها انا ان شاء الله ربي يحفظك يا خويا ربي نورك عمي صالح وبليزير تشوفنا وخونا راه معنا ما حبش حشم باي هضر قول كلمه قولنا كلمه قولنا كلمه نقول لكم دعيوا لي يما باك راهي مريضه ربي يشفيها ويعافيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله امين مسلمه ان شاء الله مسلمه ان شاء الله وربي ان شاء الله يهدينا وربي يحفظكم وسلام عليكم سلام خويا امين شكرا سلام خويا